السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس عادل جمال من شركة كرييتيف جروب. إن شاء الله النهاردة هنتعلم كيفية التعامل مع برنامج 3D Max، وهنبدأ أولا بشرح الانترفيس. أولا كده أول ما أنت فتحت برنامج 3D Max لقيت إن هو برنامج إيه ده مليان بقوائم كتيرة جدا جدا، هنا قائمة وإيه القوائم دي كلها غير أي برنامج. هو أنا اللي اكتشفته أولا قبل ما أول ما أنا اتعلمت 3D Max، قلت أول ما أنا فتحت البرنامج قلت إيه ده برنامج معقد جدا، ازاي هتعامل مع برنامج فيه كل القوائم دي وازاي هقدر اتعلم كل القوائم دي. بس اللي اكتشفته بعد كده ان هو اضاف لي كل القوائم دي علشان يساعدني، وان اصلا ان القوائم دي اصلا موجودة ميزة من مميزات البرنامج. فحضرتك اصلا انت ممكن لو انت اصلا ممكن ترجع لكل الانترفيس زيه زي اي برنامج بالظبط، ان انت كده قللت كل القوائم وبقى عندك فيو بورت واحد. طيب ايه بقى القوائم اللي هو اضافها لك؟ اولا يا باشمهندس، هو اضاف لك اول قائمه معاك هي قائمه الابلكيشن منيو. قائمه الابلكيشن منيو دي موجوده في كل برامج الاوتوديسك. لو انت بتتعامل مع برنامج الاوتوكاد هتلاقيها على شكل حرف الاي، لو انت بتتعامل مع برنامج الريفت مثلا هتلاقيها على شكل حرف الار. طيب يبقى كده اول قائمه دي احنا متفقين ان هي موجوده في كل البرامج. تاني قائمه، قائمه الكويك اكسس تول بار. قائمه الكويك اكسس تول بار اللي هي فيها الاندو ريدو والسيف والاوبن اوبن فايل وكل ده. تالت قائمه، قائمه المين منيو بار. قائمه المين منيو بار انت لو انت اكتشفت اصلا ان هو البرنامج بيتكون من 3 قوائم اساسيه، قائمه الابلكيشن منيو وقائمه الكويك اكسس تول بار وقائمه المين منيو بار. بس هو علشان ما يتعبكش فهو راح ضايف لك كام قائمه كده علشان يساعدك، بدل ما تجيب امر موف من قائمة edit وتقول له أنا عايز أحرك بوكس زي كده وعايز أحركه، فأنت مفروض إن أنت بتروح لـ edit وتقول له move، فهو طلع لك أهم كل الأوامر المهمة على هيئة شورت كات وطلعها في شكل قوائم، قائمة الريبون بار وقائمة الكوماند بانل وقائمة النافيجيشن. طيب يا باشمهندس، أمال إيه الأربعة فيو بورت دول كده؟ الأربعة فيو بورت أنا بشبههم دايما كأنك بالظبط عايز تتعامل بتتعلم سواقة العربية. في بداية السواقة ما ينفعش حضرتك تسوق اللي بيعلمك سواقة صح، لازم تتعلم من خلال ان انت بتسوق من خلال المرايات. فهي هنا الاربعة فيو بورت عاملين زي المرايات في سواقة العربية بالظبط. هي كل الفكرة يا باشمهندس ان انت دلوقتي اول ما بتيجي ترسم بوكس في البرسبكتيف هو ده الشكل الاظهار المعماري بتاعك بالظبط، تقدر تشوفه من خلال التوب بيكون شكله ازاي ومن خلال الفرونت بيكون شكله ازاي ومن خلال الليفت. اذا انت لو عايز تستخدم فيو بورت واحد بيعطيلك الامكانية ان انت بتعمل ماكسمايز ومينيمايز للفيو بورت. طيب تعال نشوف مع بعض اول قائمة، قائمة الابليكيشن منيو، ودي فيها ايه. احنا عارفين ان برنامج 3D Max من اعظم البرامج ال 3D موديل الموجودة في السوق دلوقتي. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس انا عندي موديلنج زي ده وعليه ماتيريال، الماتيريال دي سي ان احنا عملناها بالشكل ده تمام، وانا عندي مثلا الماتيريال دي انا عندي موديلنج خلصته وطبقت شويه ماتيريال على الموديلنج ده. طيب يا باشمهندس انا كمان حافظ جزء معين من السيتنج دايما بستخدمه، بستخدم مثلا انا حابب اوي ان انا استخدم الماتيريال دي، حابب ان انا لما اشغل الانجل سناب توجل بشغلها مثلا بزاويه 90 درجه، انا عايز كل السيتنج دي تكون انا حافظ عليها، بس اعيد افتح بقى موديلنج جديد واعمل مشروع جديد، بس احافظ على الماتيريال، احافظ على الانجل سناب توجل، احافظ على كل السيتنج اللي انا عاملها. فهو بيقول لك كل الفكره ان انت بتضغط في الابلكيشن منيو وبتقول له نيو اول. اول ما بتيجي تقول له نيو اول بيقول لك انا هشيل لك بس الموديلنج اللي انت عامله في الفيو بورد وهيبدا لك موديلنج الفايل جديد بس بكل السيتنج القديمه بتاعه الفايل الاولاني. طيب انا لو عايز افتح يا باشمهندس موديلنج فايل من اول خالص كاني فاتح الفايل لسه من على الديسك توب ولسه بتضغط على ال 3 دي ماكس، احنا بنروح للابلكيشن منيو بنقول له ريسيت تمام، فبيرجع لك البرنامج كانك لسه فاتحه من جديد. ده كده الفرق بين نيو اول وريسيت.
طب انا عايز اوبن. اوبن هتلاقي ان انت بدل ما بتفتح الفايل وبتاخد فيه مدة كبيرة جدا، انت ممكن تقول له انا عايز افتح فايل على طول كده، وتبدأ تروح للفايل اللي حضرتك عايزه. وليكن مثلا ان انت عايز تفتح اي فايل زي فايل ده، بتبدأ تفتح الفايل وبيبدأ يفتح معاك. اول ما انت بتقول له اوبن بيفتح الفايل معاك على طول، وبالتالي انت بتستغنى عن المدة الزمنية اللي الثري دي ماكس بيقعد يحضر فيها عشان يفتح. طب يا باشمهندس انا هاجي اقول له ريسيت كده زي ما حضرتك علمتني، وابدا اقول له انا عايز اعمل سيف، سيف علشان تحفظ اي فايل. عادي جدا. طب يا باشمهندس انا لو عندي الفايل ده، لو عندي هنا كده بوكس مثلا، والبوكس ده انا عايز اسيفه، بس زميلي او انا بروح المكتب وشغال مثلا على 3 دي ماكس 2018، وانا عندي في البيت 3 دي ماكس 2015. انا كده 3 دي ماكس 2018 ده لما لو جيت خدت الفايل عندي في البيت مش هيفتح، لان الاصدار الاعلى مش بيفتح على اصدار اقل. طب انا كده هعمل ايه؟ كل الفكرة ان انت بتقول له سيف للفايل ده، بس بتبدأ تقول له انا عايز اسيفه بفيرجن اقل. تمام جدا. طب يا باشمهندس سيف از، سيف از كل الفكرة اللي فيها ان هو بيقول لك ان انا بحفظ لك نسخة تانية في مكان تاني من الفايل بتاعك. طيب انا لو عندي كذا، لو انا جبت مثلا غرفة بلوك كاملة وعايز احفظ مثلا، لو عندي الكون دي انا عايز احفظ الكون دي كده لوحدها، فبقول له لو سمحت ممكن تعمل لي سيف از سيلكتد، يعني احفظ لي الحاجة اللي انا عامل عليها سيلكشن بس، وابدأ اقول له احفظ لي مثلا الكون دي. تمام جدا. اول ما تيجي تقول له سيف يبدأ يحفظ لك مين؟ الكون. وبالتالي حضرتك تقدر تفتحها تاني عن طريق مثلا ان انت تقول له اوبن، وتبدأ تقول له انا عايز افتح فايل الكون اللي انا لسه حفظته. يبدأ يجيب لك الكون لوحده. طيب تمام جدا. ده كده الفرق بين سيف وسيف از وسيف از سيلكتد وسيف. طيب ايه بقى سيف از اركايف؟ سيف از اركايف ودي حاجه انا بعتبرها مهمه جدا جدا جدا، ان انت حضرتك لما تجيب فايل جديد كده، لو حضرتك مثلا عايز تحفظ كل الماتيريال وكل حاجه انت جبتها من على الكمبيوتر، او حضرتك بتجيب من على اكسترنال هارد او اي شيء، فانت عايز تحتفظ بكل الماتيريال، بس عايز تحتفظ بالفايل ده على شكل ملف مضغوط يجمع لك كل الداتا اللي انت جبتها من على الكمبيوتر بتاعك، او جبتها من على الاكسترنال هارد، او جبتها من اي مكان في استخدام الفايل ده، ويحفظها لك على شكل ملف مضغوط. فانت حضرتك بتقول له سيف از اركايف، ودي خطوه مهمه جدا بتحافظ على كل الداتا اللي انت حضرتك استخدمتها في الفايل ده، على اساس لما تيجي تنقل الفايل ده لاي كمبيوتر تاني يفتح بكل الداتا بتاعته، بكل الماتيريال بتاعته، بكل حاجه انت استخدمتها من بره من على الكمبيوتر بتاعك. تمام جدا. امبورت لما باجي اجيب الفايل من الاوتوكاد او الريفت او اي برنامج ما بيقراش 3 دي ماكس، يعني انت ما ينفعش حضرتك تروح تفتح فايل من الاوتوكاد وتقول انا عايز افتحه على طول فيفتح على طول 3 دي ماكس، لازم تجيبه عن طريق امبورت. طب يا باشمهندس انا ملاحظ ان في حاجه اسمها امبورت وفي حاجه اسمها لينك، ايه الفرق ما بين امبورت ولينك؟ لينك ده عباره عن علاقه وثيقه جدا جدا، علاقة وثيقة ان انت مثلا لو جبت لينك من الريفت، فانت حضرتك لو عدلت اي تعديل على الريفت هيحصل اوتوماتيك في ال 3 دي ماكس. يعني انت لو نقلت حيطة في الريفت هيتبص تلاقي ان الحيطة دي اتنقلت في الفايل اللي انت خدته على ال 3 دي ماكس. فانت لو مش عايز اي تعديل ويكون ده منفصل عن ده بتجيبه امبورت. تمام. ميرج لو انا عايز اعمل دمج ما بين اتنين فايل 3 دي ماكس، انا عندي الفايل ده اللي هو المكتب الاوفيس الصغير ده، وعندي ان انا عايز مثلا اجيب اي حاجة تانية، وليكن ان انا عايز اجيب العربية البي ام دبليو دي، فانا عايز اجيبها مثلا يحصل لها دمج مع الفايل بتاعي، فبيقول لك ان انت بتجيبه عن طريق ميرج. طيب تعالى كده نشوف هل ده تم فعلا ولا لأ. هتبص تلاقي ان هو المكتب بتاعك ده مجهولك مع مين؟ مع العربية اللي حضرتك نزلتها. تمام كده؟ تمام. ده كده الفرق ما بين امبورت ولينك
واتمنى ان حضرتك تكون فاهم الفرق ما بين امبورت ولينك، وهنتعرض ليها اثناء ما احنا بنجيب فايل من الاوتوكاد او الريفت او اي برنامج خارجي. الميرف ان انت بتدمج 2 فايل 3 دي ماكس، انت صيغتهم 3 دايمنشن ستوديو ماكس، فانت عايز تاخد جزء من الفايل تنزله مع الفايل بتاعك. تمام. اكسبورت لو انت عايز تصدر ال 3 دي ماكس توديه للمايا او توديه للاوتوكاد او توديه لاي برنامج. واخيرا كده قائمه الابلكيشن منيو. طيب قائمه الكويك اكسس تول بار، وهو حاطط لك فيها ان انت ممكن تعمل اندو او ممكن تعمل ريدو او ممكن تعمل سيف او ممكن تعمل اوبن فايل. بس المشكله يا باشمهندس ان انا اثناء ما انا لسه بتعلم لقيت يا باشمهندس ان انا ممكن ايدي تيجي على حاجه غلط في الكيبورد، فبالتالي مش عارف ارجع القوائم. ازاي هرجع للديفولت بتاعي؟ ببدا اقول لك ان انت بتروح للكويك اكسس تول بار وبتقول له ممكن ترجع لي ريسيت تو ديفولت ستيت من الورك سبيس. بقول له ريسيت تو ديفولت ستيت، بيبدا يرجع لك زي ما كان البرنامج في البدايه. تمام كده. تمام. طيب واخيرا دي كده قائمه الكويك اكسس تول بار وقائمه الابلكيشن منيو. قائمه المين منيو بار فيها قوائم، ورحمه الله لك كل الاوامر اللي موجوده في المين منيو بار او معظم الاوامر اللي حضرتك بتستخدمها على شكل قوائم، قائمه الريبون بار وقائمه الكوماند بانل اللي هتفضل معانا في طول الكورس وقائمه النافيجيشن. بس حضرتك ممكن تلاقي ان انا مثلا في امر اسمه هولد. هولد بيقول لك ان انت بتدوس كنترول اتش. ماله هولد ده؟ هولد ده بيقول لك ان حضرتك ليك 20 خطوه في الاندو ريدو. هل يا باشمهندس اقدر ازود عدد الاندو ريدو؟ حضرتك تقدر تزودهم، بس حضرتك يعني يفضل ان انت ما تقلش الحسابات على البرنامج علشان الفايل ما يضربش معاك. طب يا باشمهندس انا عايز مثلا اعمل، انا دلوقتي بقيت راضي عن الشغل ده تمام جدا، فقلت له ممكن تحتفظ لي بالشغل ده، فبدوس كنترول اتش. اول ما دوست كنترول اتش كده هو احتفظ لي بالانترفيس كلها زي ما هي، بالاماكن بالفيو بورت بكل السيتنج اللي حضرتك عاملها. لو انت جيت بعد كده حصل معاك لخبطه وجيت نقلت الترابيزه دي هنا ونقلت كل العنصر بعيد ومسحت مثلا عربيه وانت مش واخد بالك، جيت ترجع بكنترول زد قال لك ان ال 20 خطوه خلاص خلصوا. طب يا باشمهندس ازاي ال 20 خطوه خلصوا؟ خد بالك يا باشمهندس ان كل سيلكشن هو بيحسبه باوردر. بمعنى ايه؟ بمعنى اكتر يا باشمهندس ان انت دلوقتي عمال تعمل سيلكشن على البوكس، سيلكشن على الترابيزه، تبص تلاقي ان وانت بترجع بكنترول زد بيرجع على كل سيلكشن بيحسبه اوردر. طب يا باشمهندس انا كده ال 20 خطوه هيخلصوا معاك؟ علشان كده يا باشمهندس هو حاطط لك امر هولد. هولد اللي احنا عاملينه، احنا عايزين دلوقتي يا باشمهندس نرجع للنافذه بتاعتنا بكل السيتنج بتاعتها بكل شيء. طب اقول له الت كنترول اف. اول ما بدوس الت كنترول اف بيقول لك انت متاكد ان انت عايز تعمل فتش؟ انت متاكد ان انت عايز ترجع لاخر هولد؟ ليه؟ لان انت كده انت ممكن ترجع 3000 خطوه او على حسب ما انت كنت عامل اخر هولد وبعد كده اشتغلت قد ايه. علشان كده انا بنصح كل طالب وطالبه ان هو لما يجي يعمل هولد يتاكد ان هو راضي تماما عن الشغل ده، على اساس لو حصل لخبطه في الشغل اللي بعد كده يقدر يرجع للشغل بتاعه. ما تنساش امر هولد ارجوك، علشان هو هيساعدك كتير ان انت ما تضيعش الشغل بتاعك. تمام. اول ما اعمل فتش ببص الاقي ان هو رجع لي الفايل بتاعي زي ما كان بالظبط، زي ان انا كنت مكبر الفيو بورت البرسبكتيف، وكمان العربيه لسه موجوده مكانها والترابيزه وكل شيء. تمام كده. ده الفرق، ده كده هولد وفتش. احنا مش هنعوز حاجه تانية النهارده غير ان انا افهمك قائمه الكاستمايز. قائمه الكاستمايز ودي من اخطر القوائم اللي موجوده في المين مينيو بار. ليه يا باشمهندس؟ لان انت حضرتك بتعمل منها حاجات كتيره جدا. باشمهندس اول سؤال هتساله، هل يا باشمهندس حضرتك هتديني كل الشورت كات اللي انا هقدر استخدمها في البرنامج؟ هقدر اقول لك يا باشمهندس لا، بس انا ممكن اقول لك المكان اللي انت تعرف منه كل الشورت كات في البرنامج،
لا كمان يا باشمهندس، انا اقدر اقول لك ازاي تحط شورت كات لو البرنامج لو في امر معين البرنامج مش حاطط له شورت كات. وليكن مثلا اول ما فتحت له قائمه كاستمايز وقلت له كاستمايز يوزر انترفيس، راح فاتح لي القائمه دي. اول حاجه في القائمه دي بيقول لك الكيبورد، الكيبورد بتاعك بتبدا تدور على الاكشن بتاعك اللي حضرتك عايزه. وبعد كده يا باشمهندس وليكن امر الديسبلاي فيو بورد، حضرتك بيقول لك ان انت بتدوس على الدي، بس انت شايف كتير جدا من الاوامر ملهاش شورت كات. طيب يا باشمهندس وليكن مثلا ان احنا عايزين امر زي اسمه الاند ايزوليت، اول ما تيجي كده على الاند ايزوليت بيقول لك يا باشمهندس ان انت لو عايز تعمل اند ايزوليت فهو ما بيعمل لكش الاند ايزوليت، ملهاش شورت كات. طب تعالى كده نشوف هل الكلام ده مظبوط ولا لا. لقيت ان هنا الاند ايزوليت ملهاش شورت كات، ازاي هقدر احط لها يا باشمهندس شورت كات؟ انت كده عرفتني ازاي اعرف اي شورت كات في البرنامج. طب انا ازاي هحط شورت كات للاند ايزوليت؟ ببدا اقول لك يا باشمهندس ان انت بتيجي هنا كده في الهوب كي، وليكن ان انت مش عارف ان كنترول زد بيعمل اندو. طب بس يا باشمهندس هل هيحذرني؟ بيقول لك خد بالك ان كنترول زد مستخدمه في عمليه الاندو. طب يا باشمهندس وليكن ان انا اقول له الت كنترول كيو، انا عايز لما اعمل اند ايزوليت اقول له الت كنترول كيو. اول ما تيجي تقول له اساين بيقول لك ان كده الاند ايزوليت بقى الشورت كات بتاعها الت كنترول كيو، بقول له لو سمحت اعمل لي سيف. تمام كده تمام. اول ما تيجي تعمل مثلا لده ايزوليت عن طريق الت كيو، وهنفهم الكلام ده يعني ايه ايزوليت بس دلوقتي، ان هو بيعمل هايد ان سيلكتد، بيخفي كل حاجه انت مش عامل عليها سيلكشن. طب انا عايز اظهر الباقي، عايز انهي الايزوليت واظهر المشهد زي ما كان، انا دلوقتي كنت عامل له الت كنترول كيو. اول ما ادوس الت كنترول كيو يرجع لي المشهد زي ما كان اللي هو الاند ايزوليت، وده الشورت كات اللي حضرتك عملته. طيب تمام باشمهندس انا عايز اغير لون الانترفيس، بدل ما هو يكون بلون الجري غامق انا عايزه لون وليكن سي ان هو يكون جري فاتح. فانت هتقول له من قائمه كاستمايز انا عايز كاستم يو اي اند ديفولت سويتشر. اول ما بتيجي تقول له كده بيقول لك يا باشمهندس انت عايز اللون الفاتح او اللون الغامق. انا بفضل دايما ليا شخصيا ان هو ان انا استخدم اللون الغامق، علشان انا بشوف ان اللون الفاتح بيسحب شويه من النظر وانت حضرتك اثناء الاستخدام للبرنامج 3 دي ماكس. تمام جدا تمام. تالت حاجه، انت حضرتك لما بتيجي تستخدم لوحه وعايز ترسم بوكس في اللوحه دي، الدكتور جه قال لك ممكن ترسم لي بوكس مثلا سي في اللوحه بتاعتك، فبيقول لك اول سؤال هتساله له هو عطالك الابعاد سي 5 و10 و15. فبتيجي تقول له يا باشمهندس ال 5 وال 10 وال 15 انا هستخدم وحده ايه؟ فبيقول لك لو سمحت يبقى اول حاجه انت بتسالها له انا هستخدم وحده ايه؟ وبالتالي انت اول ما تفتح البرنامج 3 دي ماكس لازم تسال نفسك انا هستخدم اي وحده، ولازم تظبط الوحده. فبتيجي من قائمه برضو كاستمايز هتلاقي في حاجه اسمها يونت سيت اب. يونت سيت اب ببدا اقول له يا باشمهندس انا عايز استخدم نظام المتر، واستخدمني في نظام الميتر استخدمني مثلا سنتيمتر سي يعني. طيب جه الدكتور قال لك رحت راسم البوكس ده بالابعاد صغيره جدا 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 في اللوحه، فبالتالي حضرتك مش عايز تعمل له سكيل زي ما احنا كنا متعودين، كنا بنقول له احنا هنعمل سكيل 1 لـ1000 او 1 لـ2000 او اي شيء. هو بيجي يقول لك انت لما جيت استخدمت الوحده بتاعتك بالسنتيمتر، الواحد يونت في الفيو بورد هيكافئ قد ايه؟ فبيقول لك ان انت بتدوس على السيستم يونت سيت اب وبتقول له الواحد يونت انا عايزه مثلا يكافئ بوصه. لا يا باشمهندس انا عايزه يكافئ سنتيمتر، يبقى الواحد يونت بيكافئ سنتيمتر والوحده العامه هي السنتيمتر. اول ما تيجي كده ترسم بوكس في الفيو بورد بيقول لك يا باشمهندس ان انت كده البوكس ده ابعاده زي ما حضرتك شايف البارامتر بالظبط. تمام جدا. طب يا باشمهندس ده كده انت علمتني ازاي اظبط اليونت سيت اب، وازاي اغير لون الانترفيس، وازاي احط شورت كات. اخيرا يا باشمهندس بقول لك ان البرنامج لو فصل منك البرنامج ليه باك اب. الباك اب ده مهم جدا جدا جدا،
لو حصل معاك اي مشكله وفصل البرنامج منك اثناء الشغل بتاعك، فالفايل البرنامج بيحفظ شغلك كل 5 دقايق. طريق حضرتك ان انت بتروح للدوكيمنت وبعد كده بتفتح ال 3 دي ماكس وبتقول له اوتو باك، لو الفايل ضرب منك تقدر تجيب اخر شغل حضرتك اشتغلته اخر 5 دقايق انت اشتغلتها. فهو بيقول لك ان هو بيحفظ لك 3 فايل، كل فايل المدة الزمنية ما بينه وما بين التاني 5 دقايق. طب يا باشمهندس انت عرفت ازاي ان هو بيحفظ كل 5 دقايق؟ انا عايز احفظ اكتر من 3 فايل. فباجي اقول لك يا باشمهندس ان انت ممكن تتحكم في ده. انت ملاحظ دلوقتي معايا ان قائمة الكاستمايز هي الدراع اليمين بتاعك، هو الانترفيس اللي كل حاجة عايز تغيرها في الانترفيس بتغيرها من قائمة كاستمايز. فبقول له من هنا من قائمة كاستمايز بقول له بريفرنس، وببدأ اقول له ممكن تدخل لي في الفايل علشان انا عايز اظبط الباك اب. الباك اب بتاعي انا عايزه بدل ما هو يحفظ 3 فايل لا يحفظ وليكن سي 5 فايل. والمدة الزمنية بيقول لك ان انا احفظ لك كل ما بين المدة الزمنية ما بين كل فايل والتاني، بيقول لك ان انا احفظ لك المدة الزمنية كل 5 دقايق هيحفظ لك فايل. فانا بقول له لا، انت ممكن تحفظ لي كل دقيقة لان انا ممكن اشتغل كتير جدا في خلال ال5 دقايق دي، تمام كده، علشان تقدر ترجع للشغل بتاعك باسرع وقت. واخيرا يا باشمهندس انا بقول لك ان انت ممكن تزود برضو عدد الاندو ريدو عن طريق ان انت بتروح لقائمة الجنرال وتزود عدد الاندو. بس انا مش بنصح اي طالب ان هو يزود عدد الاندو وريدو، لان هو يا باشمهندس كده يعتبر ظبط لك الشغل بتاعك من كل الاتجاهات. هترجع للشغل بتاعك، قال لك يا باشمهندس انت عندك امر هولد، لما تكون راضي عن الشغل بتاعك اعمل امر هولد وتقدر ترجع له بالت كنترول اف. قال لك برضو كل ما الشغل بتاعك هيقفل هتقدر ترجع للشغل بتاعك عن طريق الباك اب اللي هو موجود، ان انت بتفتح الدوكيمنت بعد كده 3 دي ماكس وبعد كده اوتو باك، فبتلاقي الشغل بتاعك زي ما هو. تمام كده؟ تمام. طب يا باشمهندس انا اخيرا عايز اعرف المرايات دي ازاي اتنقل ما بينها، وده حضرتك هنشوفه مع بعض في الفيديو التاني معانا، وهنتعلم امر موف وروتيت وسكيل، وهنبدا نتعلم ازاي نفتح الانترفيس. بس احنا كده دلوقتي فهمنا ان الثلاث قوائم الاساسيه ايه هي اهم الحاجات اللي هنستخدمها في الثلاث قوائم الاساسيه. معظم الاوامر التانيه اللي احنا هنستخدمها هتكون طلع في شكل 3 قوائم اللي حضرتك احنا اتكلمنا عنهم. تمام كده، شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية في برنامج الثري دي ماكس مع شركة كرييتيف جروب مع المهندس عادل جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.